السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الديستريبيوشن بتاع الفاير الارم سيستم، وهنعرف ازاي بنوزع كل اليمنت في السيستم دوت. اول حاجه لازم نعرف ان المبنى بيكون متقسم لمجموعه من الزون. التقسيمه ديت اللي بيديهالي المعماري اللي عمل الديزاين بتاع المشروع دوت، بيكون مقسم المبنى لمجموعه من الزون. كل زون بيكون ليها حائط فاير ريتد، يعني حائط ما بيخرجش الحريق بره. لو حصل حريق في الحتة ديت يبقى أنا هبقى عارف إن الحريق هيبقى آخره الحائط دوت كده، مش هيطلع بره الزونة دي. فليه أنا أذيع رسالة إخلاء في مكان دوت وأساسا الحريق مش هيعدي الحائط ده؟ عشان كده لازم آخد تقسيمة الزونز ديت من المعماري، عشان وأنا بصمم السيستم أبقى عارف أنا هقسم لكام زون أو لكام لون على حسب نوع السيستم اللي هستخدمه. بعد ما باخد تقسيمة الزونات ديت من المعماري ببدأ أعمل الديزاين بتاعي. بنوزع أول حاجة المانيوال ستيشن. أدي شكل المانيوال ستيشن. بنوزعها فين؟ عند الإسكيب روت، عند مسالك الهروب. ومسالك الهروب برضو المعماري هو اللي بيحددها لي، يعني المعماري اللي بيقول لي لو حصل حريق في الأوضة ديت فأكيد الناس اللي جواها هيطلعوا من الباب دوت ويهربوا من الناحية دي، فأنا لازم أحط له مانيوال ستيشن في سكته عشان هو بيهرب يدوس عليه يبعت سيجنال للوحة إن في حريق. برضو المعماري بيقول لي لو حصل حريق هنا مثلا فأكيد الناس هتطلع من الباب ده، يا إما هتمشي كده يا إما هتيجي كده، فلازم عند كل طريق هروب أحط له مانيوال ستيشن. لو أنا عندي في المبنى سلم شرفي وسلم هروب وأسانسيرات بحط عندهم كلهم مانيوال ستيشن. في الطبيعي بيكون سلم الهروب مقفول، لكن وقت الحريق بفتحه عن طريق كنترول موديول، فبالتالي لازم احط عنده مانوال ستيشن عشان الناس اللي بتهرب من عنده يدوس على المانوال ستيشن يبعت سيجنال للوح. المصاعد مش شرط ان هي تشتغل وقت الحريق، لكن بتشتغل في حالات معينة. لو المشروع دوت عبارة عن دور مسنين او دور معاقين او مستشفى فيها عمليات او فيها حضانات، فلازم هيكون في اسانسير شغال وقت الحريق عشان الناس دي تهرب من خلاله. يبقى لو انا عاوز الاسانسير يشتغل وقت الحريق خلاص هسيبه، لو مش عاوزه يشتغل وقت الحريق هحط كنترول مديول على اللوحة بتاعت الاسانسير دوت، بحيث ان وقت الحريق ينزل لأقرب دور ويفتح وميشتغلش تاني. تاني حاجة بنوزع الاوتوماتيك ديتكتور بالشكل دوت. بعد ما وزعت المانيوال ببدأ ان انا اوزع الاوتوماتيك ديتكتور في المبنى بالكامل. وعشان اوزع الاوتوماتيك ديتكتور لازم ابقى عارف اسم الاريا اللي انا هوزع فيها او الابليكيشن بتاع الاريا اللي انا هوزع فيها، عشان من خلال الابليكيشن بتاع كل اريا هحدد انا هستخدم انهي نوع ديتكتور بالظبط، سواء بقى كيتشن جنريتور روم جراج يبقى كده هستخدم هيت ديتكتور، لو عندي اوفيس او عندي تريننج روم فاكيد هستخدم سموك او هستخدم كومباين. فعلى حسب الابليكيشن بتاع الروم بحدد انا هستخدم انهي نوع بالظبط، وطبعا كل نوع ليه مسافات معينة بستخدمها فيه. لو هنتكلم على السموك ديتكتور هلاقي ان اقصى مسافة اسيبها بين الديتكتور وبين ابعد كورنر هي 7.5 متر، واقصى مسافة ما بين كل 2 ديتكتور هي 10.6 متر. المسافات ديت ماكسيموم، مينفعش اسيب اكتر منها، لكن لو سبت اقل منها مفيش مشكلة. الهيت ديتكتور المسافة ما بين الديتكتور وأبعد نقطة هي 5.3 متر، والمسافة ما بين كل 2 هيت 7.5 متر. هنا المسافة قلت عن السموك، لكن لازم ألتزم إن المسافات ديت ماكسيموم ولازم أحقق الكونديشن دوت وأنا بوزع. في حالة إن أنا عندي كوريدور فعرض الكوريدور بيكون أقل من عرض الروم، فهلاقي إن المسافات بتزيد معايا شوية، ده في حالة السموك ودوت في حالة الهيت. وعلى حسب عرض الكوريدور المسافة ما بين كل 2 سموك أو ما بين كل 2 هيت بتتغير معايا زي ما احنا شايفين من خلال الجدول ده. لو أنا عندي عائق نازل من السقف، سواء حاجة في الخرسانة نازلة من السقف أو أي عائق نازل من السقف، لو كان طول العائق دوت أكتر من 10% من الارتفاع الكلي بتاع الروم يبقى هعتبر إن ديت اريا لوحدها ودي اريا لوحدها، وهحط هنا ديتكتور يحمي الحتة ديت وهحط هنا ديتكتور يحمي الحتة دي. لكن لو المسافة ديت أقل من 10% من الارتفاع الكلي يبقى هعتبر إن المكان ده كله روم واحدة
وأبدأ أوزع فيها على حسب المسافات اللي فاتت. لو كان الرائق دوت من الأرض مش من السقف، سواء بقى عندي راك أو عندي لوكرز أو عندي دولاب أو أي شيء، وكان المسافة اللي فوق دي أقل من 10% من الارتفاع الكلي، يبقى أعتبر إن دي أريا لوحدها ودي أريا لوحدها. لو كان أكبر من 10% يبقى هعتبر إن هي روم على بعضها، وأبدأ أوزع على حسب المسافات اللي فاتت. في حالة إن أنا عندي فتحة تكييف سواء سبلاي أو ريتيرن، هنلاقي إن الكود بيقولك إيه الهواء المندفع من أنظمة التهوية والتكييف وبصفة عامة يجب ألا تقل المسافة بين الكاشف ومخرج الهواء عن متر واحد، يعني الديتكتور اللي أنا هحطه لازم يبعد عن فتحة السبلاي أو عن فتحة الريتيرن بمتر على الأقل، ولازم ألتزم بالمسافة دي عشان السيستم يشتغل بشكل مظبوط. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم على الانترفيسز ما بين الفاير ألارم سيستم وباقي الأنظمة. شكرا.